يلا يا سيين هات هات كاسة رمشون هات هات حط هون ملصق خد يا عمي خد خد هاي الجهاز اليوم الحملة الثانية التي تنطلق من نقابة شركة الموارد الغذائية وهي عبارة عن 13 طن من الخبز و12 مشتاح من المياه المعدنية التي ستنطلق إن شاء الله اليوم الساعة 5 صباحا باتجاه معبر ترقومية ومن ثم إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم ستتوجه إلى قطاعنا الحبيب إن شاء الله. يوم الخميس بإذن الله ستقوم النقابة بإرسال 26 طن من الخبز وحوالي 24 مشتاح مياه معدنية أيضا لأهلنا في قطاع غزة. يعني تقريبا في 31 الشهر شهر 7 أرسلنا حملة مكونة من ما يقرب من 80 طن وزنها. كانت البضاعة المرسلة عبارة عن إحرامات، أغطية، فرشات، مواد غذائية، معلبات بحدود 80 طن. إحنا منقول لأهل غزة إنه صمودهم هو صمودنا وإحنا منعتز فيهم وإحنا أهل وإحنا شعب واحد.